السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فارس، واليوم جبناكم أول شورت فيديو في القناة، وهذا الفيديو راح يكون ملخص لفيديو من الفيديوهات اللي طبتهم اللي فاتوا، اللي راح نديروا فيهم 5 هدايا للرجال، بحيث أنه يكونوا هذو الهدايا يكونوا رخاص شوية. الهدية الأولى واللي هي نظارات شمسية، الهدية الثانية راح تكون عطر رجالي، الهدية الثالثة راح يكون ساعة رجالية، والهدية الرابعة راح يكون حذاء من البراند للشخص اللي راح تهديه هذه الهدية، والهدية الخامسة والأخيرة واللي راح يكون في كثير من الاقتراحات وراح تكون شيء إلكتروني هو راح حابه، يعني محتاجه، إما يكون هاتف نقال، إما يكون مانات اللي هي أداة التحكم باش يلعب بها ألعاب الفيديو. سلام.